50 درهم هكا في النهار الحساب كل نهار وشحال كندير. طيب واش نقول لك ديك 30 درهم ماشي زعما غير هذه غير خذ ربو حدا، ولكن اللحم ابار بوحده ماشي الزيت. الزيت كل شيء غلى، كل شيء غلى، اي حاجه تزادت كل شيء، اي كل شيء، اي حاجه كتبغي تشريها كتلقى زايده درهم، زايده 10 دريال، كل شيء تقريبا غلى. وكن ان شاء الله نتمنى الشيء يرجع كما كان في الاول وكما الطبيعه ديالو ان شاء الله، كما نتمنى ان شاء الله يرجع داك الشيء كما كان في الاول. ما كرهناش كل مره رزقه مره شويه مره بزاف. كاين الغلا، كاين الغلا، كاين الغلا في كل شيء، لا في الخضره لا في الحوت لا في الدجاج لا في كل شيء، كل شيء فيه الغلا، شي فيه الغلا، كل شيء في طالب. بالنسبه للمسكين، المسكين راه ما راه واعر عليه الحال، مازال اللي عنده شي ما ينضى ولا الوليدات كيصرفوا عليه راه شويه، مالي مسكين ما عنده والو غير كيسترزق الله، راه الله يكون في العون. في الحقيقة أنا ما كنت قداش، ولكن بحال اليوم هبطت للسوق الحمد لله لقيت الخضرة ما غاليش بزاف بالنسبة للخضرة، ولكن بالنسبة للمواد الأساسية بحال السكر وآتاي الأثمنة غالية بزاف. يعني كل مرة كنمشيو نتقداو عند المول الهري ولا هذا كنلقاو أثمنة خيالية، يعني كل مرة كتزاد 10، كل مرة كتزاد درهم، كل مرة كتزاد تزادت تقريبا. مثلا إلا اللي مثلا جوج ديال الناس كانوا مثلا قبل كيتقداو كفة عند مول الهري ب 1000 درهم، دابا راه ولات ب 1500 ولا 1700 درهم، يعني على الأقل نص تزاد. 3000 ريال باش كنعمر كفة الغدا، الغدا هو القليل. يو دي نطلبوا الله الله يرفع لنا هذا وفيها خضيره وداكشي ديال النهار ماشي شي حاجه كثيره. شحال هذه تحكتي باش عمرها؟ الحمد لله هذا الشيء من سنين كنا 100 درهم كتجيبي خير الله ويشاط لك الخير، ودابا لا الانسان نطلبوا الله الله يرفع لنا هذا الغلاء. الزيت زادت الزيت وزادت، المهم الحاجه اللي كنستعملوها دائما، حاجه اللي مستعمله دائما بحال الزيت والدقيق وهذا الشيء اللي عندنا هو، والخضره حتى هي حتى الخضره شويه راه طالعه في الثمن، ونطلب الله الله يجيب الفرج من عنده. على الاقل واحد 100 درهم تقريبا الافق، وهذه غير شي حاجه اللي ضروريه، شويه خضيره شويه ديال هذاك داكشي الاساسي، زويته شي حاجه كنجيبو غير فين نجيبو شي حاجه كثيره، بحال ما كتقدناش حتى يومين تقدك شويه 100 درهم. دابا كلشي خضره الزيت كلشي تقريبا كلشي دقيق ديال القمح ولا تا هو زايد بزاف لا قياس، كنقولك الدجاج تا هو غالي، اللحم كلشي كلشي ما كاينش شي حاجه زعما اللي تقولي باقا دايره في الثمن ديالها، كلشي زايد والفلوس مابقاش فيها البركه، داكشي اللي كاين الفلوس مابقاش فيها البركه والو.